أهلا بكم في السلطة الرابعة، ونبدأ معكم بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. في الصحافة المحلية، موقع المصدر أونلاين ينقل تقريرا عن منظمة سام نددت فيه بما تقوم به ميليشيا الحوثي من ممارسات وانتهاكات جسيمة بحق ملكية المواطنين جنوب محافظة الحديدة. وفي الصحافة العربية، صحيفة الشرق الأوسط تقول إن أكثر من 258 ألفا من النازحين سيفقدون خدمة الرعاية الصحية بسبب نقص التمويل. وعربيا أيضا، موقع عربي 21 يحذر من عودة محافظة المهرة إلى دائرة الاستهداف من قبل دولة الإمارات والميليشيا الانفصالية المدعومة منها. أهلا بكم، والبداية محليا، حيث نقل موقع المصدر أونلاين تقريرا عن منظمة سام للحقوق والحريات نددت فيه بما تقوم به ميليشيا الحوثي من ممارسات وانتهاكات جسيمة بحق ملكية المواطنين جنوب محافظة الحديدة. وقالت المنظمة إن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة يشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء، وطلبت ميليشيا الحوثي بأن تتوقف فورا عن التصعيد باستخدام القوة والترهيب ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة. وكانت المنظمة قد التقت بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم، والذين أكدوا بأن شخصا يدعى فيصل الهطفي أبو البتول المنصب من قبل ميليشيا الحوثي مديرا لمكتب أوقاف مديرية بيت الفقيه قد قام بإصدار عقود إيجار لوافدين وشخصيات نافذة بالاشتراك مع يحيى سهل مدير عام المديرية وأبو ياسين مشرف المربع الجنوبي، وقاموا بإرسال عشرات الأطقم العسكرية لتهجير أهالي قرى المعاريف الخضارية بني السهل الصباحي وقرى متفرقة حتى الجروبة شرقا. وأكد الشهود بأن ميليشيا الحوثي ارتكبت أفظع الجرائم بحق أهالي تلك المناطق، حيث قامت بإحراق المنازل ومنعت إسعاف المصابين، وقامت باعتقال العشرات من سكان تلك القرى وقادوهم إلى معتقلات مجهولة وغير قانونية، وقاموا بالاعتداء على النساء وجرف وتدمير المنازل وإزالة الحواجز الفاصلة بين الأراضي. ودعت المنظمة في ختام البيان إلى إطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بناء على موضوع نزع الملكية وتقديم الأشخاص المتورطين بهذه الأعمال للمحاكمة العادلة وضمان حق الأفراد في الزراعة والسكن وليس لتلبية المصالح الخاصة. أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً نقله موقع يمن شباب نت، قالت فيه إن فتح طرق تعز سيكون عاملاً أساسياً لنجاح جهود تمديد الهدنة في اليمن، ودعت المبعوث الأممي إلى العمل من أجل تحقيق ذلك. وقالت المجموعة في تقريرها: ما لم يتمكن مبعوث الأمم المتحدة وشركائه من الدول الأعضاء من مساعدة الأطراف على إيجاد طريقة للمضي قدما لتمديد الهدنة وتوسيعها، يمكن لليمن أن يتجه نحو مرحلة جديدة من الحرب مقترنة بالمزيد من الجوع الجماعي. وأشار التقرير إلى أن التسوية السياسية في اليمن لا تزال بعيدة المنال، حيث لم تتمكن الأطراف من التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في مدينة تعز المحاصرة وما حولها. واتهمت مجموعة الأزمات ميليشيا الحوثي بعدم الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، وقالت في حين التزمت الحكومة اليمنية المعترف بها بالسماح برحلات جوية تجارية إلى العاصمة صنعاء وضمان تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة، فإن أقصى ما التزم به الحوثيون هو الموافقة على مناقشة إعادة فتح الطرق في تعز ومحيطها دون اتخاذ أي إجراء حقيقي لفتح الطرق في المدينة المحاصرة. وذكر التقرير أنه يجب على كرونبرغ إعطاء الأولوية لإعادة فتح بعض طرق تعز على الأقل، وإيجاد طريقة يتعاون بها الحوثيين والحكومة لدفع الرواتب ودفع الأطراف نحو وقف دائم للأعمال العدائية إلى جانب محادثات حول إنهاء الحرب. دعت الأزمات زعماء العالم الذين سيجتمعون في 19 من سبتمبر الجاري في إطار الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مزيد من الاهتمام بالقضية اليمنية. ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن
رئيس الوزراء معين عبد الملك ترأس اجتماعا ثلاثيا للحكومة والأمم المتحدة وهولندا في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة وضع خزان صافر نفطي والجهود المبذولة لتفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية. وناقش الاجتماع حشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ الخزان بما من شأنه بدء تنفيذها وفق خطة زمنية عاجلة لتفادي المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي يشكلها الخزان في حالة تعرضه للانهيار. وحمل عبد الملك ميليشيا الحوثي المسؤولية عن تدهور وضع النقلة وتوقف عمليات الصيانة للخزان منذ بدء الحرب مستخدمة ملف صافر للابتزاز السياسي داخليا وأمام المجتمع الدولي، مؤكدا موقف الحكومة الرافض لتسييس قضية الخزان صافر أو إدراجه في أي نقاشات سياسية بصفته أولية إنسانية وبيئية واقتصادية، مؤكدا مطالبة الحكومة مرارا بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييمه وتفريغه إلا أن ميليشيا الحوثي حالت دون ذلك. وقال نحن أمام قنبلة موقوتة، فالخزان الذي يعمل منذ 45 عام ويحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام يهدد بيئة البحر الأحمر وحياة ومصادر عيش ملايين اليمنيين والدول المشاطئة للبحر الأحمر. من جانبها عبرت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية اهتمام بلادها بقضية خزان صافر، مؤكدة أنهم يشاطرون الحكومة اليمنية مخاوفها من انعكاس ذلك ليس على اليمن فحسب بل والمنطقة. وفي الصحافة العربية ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن أكثر من 258 ألفا من النازحين في مخيمات محافظة مأرب سيفقدون خدمة الرعاية الصحية نتيجة إيقاف المنظمة الدولية للهجرة لهذا البرنامج الخدماتي بسبب نقص التمويل. وستؤثر هذه الخطوة على أكثر من 38 ألف طفل يستفيدون من خدمات الرعاية الطبية وكذلك 10,000 امرأة حامل وأكثر من 42 ألفا من المعاقين الذين يعيشون في أكثر من 125 موقعا للنزوح. وذكر تقرير للهجرة الدولية إلى أن النقص في التمويل أدى إلى تعريض برامجها الصحية في مأرب لخطر الإغلاق خلال الشهر الحالي، ما سيترك ما يقرب من 49 ألف أسرة من دون خدمات الرعاية الصحية، كما سيؤثر على ما يقدر بعشرة آلاف من النساء الحوامل وثمانية وثلاثين ألف طفل واثنين وأربعين ألف شخص يعانون من الإعاقة وألفا وثمانمائة وثلاثين مهاجرا. وقالت الهجرة الدولية إنها لا تغطي 75 موقعا وقد ازدادت الحاجة إلى عيادات ثابتة في مواقع النزوح الأكبر مثل مخيم السويداء ومخيم النور والسد والعرق الشرقي والخراشي والشرقي. ونبهت المنظمة أنه إذا استمرت فجوة التمويل فإنها ستغلق نحو ثلاث من مجموعات العلاج وتقطع نصف دعمها لمستشفى محمد هائل ومستشفى الجفينة الميدانية. حذر موقع عربي 21 من عودة محافظة المهرة إلى دائرة الاستهداف من قبل دولة الإمارات والميليشيا الانفصالية المدعومة منها بعدما نجحتا في إخضاع محافظة شبوة لسيطرتهما منذ أكثر من شهر. ونوه الموقع إلى مخاوف من احتمال تفجر الوضع عسكرياً ونقل الفوضى والعنف إلى المحافظة التي ظلت بمنأى عن الحرب التي يقودها التحالف ضد الحوثيين. من جهته أكد المسؤول الإعلامي في لجنة الاعتصام السلمية المناهضة للسعودية في البهرة سالم بلحاف أن دولتي التحالف وميليشياتهما لن تنجح في القدوم إلى الشرق لأسباب عدة منها غياب الحاضنة الشعبية للتحالف والمجلس الانتقالي والمكونات الهشة التي شكلتها السعودية والإمارات، مؤكدا أن أبناء المهرة وقبائل المحافظة ولجنة الاعتصام هم أصحاب التأثير الأكبر والواسع في المجتمع المهري ولن يسمحوا بأي تمدد للميليشيات المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي إلى محافظتهم. واعتبر الصحفي كمال السلامي إن ما يحدث في المهرة هو امتداد لاستراتيجية تغيير خارطة السيطرة في الجزء الشرقي من اليمن والذي بدأ في شبوة وامتد إلى أبين ويتجه نحو حضرموت، منوها إلى أن تمكين الانتقالي يعني نفوذا مطلقا لداعميه
في بوابة اليمن الشرقية. أضاف الكاتب بأن التحالف لا يسعى لفرض سلطانه المباشر بل سيطرة عبر الوكلاء الذين لا يقلون خطارا عن الحوثي، واستدرك قائلا أن نقل صراع المسلح للمهرة ليس في مصلحة الجميع، كما أنه قد يزعزع علاقة دول الخليج ببعضها، مؤكدا أن أمر محافظة المهرة يخص جيرانها أيضا. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع ريشة الفنان محمد الرداعي وهذا الكاريكاتير، إلى اللقاء.